أحياناً أراني مسرحاً مهجوراً تتجول فيه الأشباح، وأحياناً أراني عاشقاً أعشبت به العتبات دون أن يفتح له الباب، ودائماً أردد لا يعرف الناس مني غير حنجرة، يا ليتهم عرفوا ما خلف حنجرتي. عنوان القصيدة: البشت الحساوي ملك الأكتاف. القصيدة تحتفي بالهوية العربية من خلال اللباس، وهو البشت الحساوي بمقدار ما هو يمثل مهابة الملوك هو يمثل فرحة البسطاء. اخترت هذه القصيدة لأن البشت الحساوي كفيمة شعبية مسكوت عنها شعرياً، أحببت أن أمنحها البعد الثقافي. حاولت أن أحتفي بالحياك والنساج الذين يقومون بنسج جزء من هويتنا العربية، وبمقدار ما نكتب عن محليتنا نستطيع أن نقدم أنفسنا للعالم. جئتكم ألبس قصيدتي على كتفي، البشت الحساوي ملك الأكتاف، مليك إلى غير العروبة لا ينمى، أقام على الأكتاف دولته العظمى، تعرش قامات الملوك مهابة، فشاطرهم من عرشه الملك والحكمة، تجسد فيه الكبرياء كيانها، فنلبسها معنا ونلبسه جسما، نعم كان يسمى بردة، غير أننا خلعنا عليه من بشاشتنا الاسم هو البشت. نعم كان يسمى بردة، غير أننا خلعنا عليه من بشاشتنا الاسم هو البشت. تاريخ الجدود مطرزاً على لوحة تجلو تراثهم الضخمة، يسير به الساري وحيداً، وذاته تساير من أجدادنا موكباً فخماً، هو البشت ربيناه فوق متوننا، كأننا نربيه لأكتافنا لحماً، نسجنا على نول المسرات صوفه، إلى أن تجلى في حرير من النعمة، كأن خيوط الزاري أعراس أنجم، تزاوجن في أبراجها نجمة نجمة، كأن خيوط الزاري أعراس أنجم، تزاوجن في أبراجها نجمة نجمة، لنا في حياكات النسيج فصاحة، فنحن نحوك البشت قافية عصمة، قماشته ليست سوى أبجدية، نطرزها كي ننطق الخامة البكمة، قماشته ليست سوى أبجدية، نطرزها كي ننطق الخامة البكمة، لنا إبرة في الشعر ذات بصيرة تقود على إيقاعها خيطها الأعمى، فيا باحثاً عما لنا من قصائد ملأنا بها ديوان أحسائنا قدما، قصائدنا هذه البشوت نخيطها كما لو نقفيها وننظمها نظما، بشوت على الإيقاع والوزن فصلت، فلا بد أن تأتي عمودية حتما. هو البشت في كف الهوية بيرق، نسير به في درب أجيالنا قدما، نحوك تضاريس الحسى إذ نحوكه، ونغزل منها اللون والريح والطعم،
ونذرع في طول الينابيع طوله، ونبني له من نخلنا قامة شمة، إذا نقضت أيدي المقادير غزله، فقد نقضت من غزل أحلامنا حلما. صحبناه في الأفراح نسرج خيلها، فيعلو على صهواتها فارسا شهما. نعانقه أو نرتديه، كلاهما سواء بقاموس المودة والرحمة. إذا ما دخلنا حضنه لف حولنا من الفن والإبداع معجزة أسمى. بطانته حزم ولين أديمه، ومن سحره أن وحد اللين والحزم. ومن كل وشي فيه تزهو تحية لنا الحرفي الفذ، رصعها واسمى لنا رحم موصولة من خلاله بمن عشقوه، فاستوى عشقهم رحمة. بمقدار ما يمتد في الأرض هجرة، يضيف إلى الأحساء من حبه حجما. شكرا لك يا جاسم، قدمت قصيدة بعنوان ملك الأكتاف، وتحدثت فيها عن جمال البشت، وصفته بأجمل طريقة ممكنة، وزي ما يقول دائما زميلي خالد عبد العزيز، يزهاك البشت الحساوي. والآن نسمع لرأي لجنة التحكيم، وأبدأ مع الدكتورة فوزية أبو خالد. حياك. الحقيقة أبغى استعير كلمة برضو أستاذ محمد اليعقوب، يا الله يا الله وش كثر هالقصيدة جميلة. الله يسعدك. وهي طبعا الأساس كلمة بدر بن عبد المحسن الشاعر، بدر الأمير بدر بن عبد المحسن. قصيدة فخر بامتياز، فيها ثلاث هويات عطيت، يعني عطيت البشت رمز الهوية العربية مثل الخيل والسيف والنخلة، وأتذكرت فيها ثلاث هويات، هوية المكارم العربية، والهوية الخليجية خصوصا في هذه اللحظة اللي تواجه تحديات، وهوية الأحساء طبعا اللي هي جزء عزيز من لحمة المجتمع السعودي الوطنية، وعرفت تاريخيا وحاضرا بالرمزين الذهبيين زراعة النخيل وصناعة البشوت. طبعا ممكن نضيف العنصر الذهب الثالث اللي هو الذهب الأسود. يشتغل الشاعر قصيدته على منوال الشعر العامودي، ويقدم قصيدة تستعير من قصيدة النثر كثير من صورها، تلك القدرة على إضاءة التفاصيل والاحتفاء بها، كالاحتفاء بالعناصر الصغيرة من مكونات البشت، قماشته، القصب، البطانة، النسيج، لغة خيوط القصب، الإبرة البصيرة التي تقود الخيط الأعمى، كلها أشوفها استعارات من قصيدة النثر، وتوظيفها توظيف جميل في قصيدة قصيدة عمودية، وهذا تداخل شعري جدا جميل. وإن كنت أحب أن أذكر الشاعر وهو يضيء أدوار البشت، يعني تكلمت عن أدواره الاحتفائية في الأفراح والاحتفاليات، ولكن هناك دور أعتقد أنه أغفل، وهو دوره في لحظة حزن حميمة عميقة، لأنه البشت بيكون آخر ريش يلقى على الإنسان وهو ذاهب إلى القبر، لأنه من عادات البعض، أنا أتذكر أبوي الله يرحمه كان غطيناه في بشته في اللحظة الأخيرة وهو ينتقل على الأكتاف. أعتقد أنه هذه اللحظة لو تضاف يعني بتكون تسجل البعد الآخر للبشت. لا يقوم الشاعر في رأيي فقط غزل صور تتراوح بين الجدة والعراق، ولكن أيضا يؤاخي بين المشلح وبين الشعر، فنرى أنه يحول، يرى أنه قصيدة فصلت، يرى أن المشلح قصيدة فصلت. أيضا أرى أنه يأخذ خيط من الخصب، خصب الثرى الحساوي، ويضيفه إلى الأنثوي، ويضيفه إلى ذكورة البشت، فأشوف أنه في ربط بين التربة والأرض والتضاريس، وهو مزاوجة بين الأنوثة والذكورة. في بعض الألفاظ التي لم تخلو من يعني استهلاكية، اللي هي استخدمت من قاموس الإعلام، مثل الدولة العظمى، أعتقد أنه يا أكتاف دولته العظمى، أعتقد أيضا في استعارات من الخطاب أو من القاموس السياسي، مثل ومن سحره أن وحد اللينة والحزمة،
ولكنها القصيدة تشتق في رأيي باقتدار بعض كلماتها ومجازاتها وبلاغاتها من القاموس القرآني خالد النضارة، كقول فصلت بسياقها الجميل وكقول المودة والرحمة. وأخيرا، ليت شاعرنا لم يستبعد قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر من الفضاء الشعري للمشلح بحكمه البتار، أن تأتي القصيدة عامودية حتمة. فأنا أعتقد مؤمن أن تكون قصيدة نثر وقصيدة تفعيلة عمودية. شكرا دكتورة. شكرا شكرا دكتور عارف السعدي. أهلا يا أبا أحمد. أهلا. ما أجملك اليوم هذه القصيدة مع هذا البشت. حبيبي حياك الله جاسم الصحيح. تعرف يا جاسم أن الناقد الفرنسي رولان بارت كان شغوفا بالأزياء وأصدر كتابا عن الأزياء، لا بوصفها أزياء فقط إنما بوصفها سيمياء ونظام من العلامات لها أنظمتها الخاصة. وقد أصدرت الباحثة الأمريكية ستيلمان كتابا أسمته الأزياء العربية منذ فجر الإسلام حتى هذه اللحظة، ترجم ضمن مشروع كلمة، تتحدث فيه عن تحولات الأزياء وارتباطها بالحالات الاجتماعية والسياسية والثقافية لأي مجتمع من المجتمعات. تندرج قصيدة جاسم الصحيح عن البشت الحساوي ضمن هذا السياق، سياق السيميائي، سياق العلامات الذي يؤسطر هذه اليوميات التي نعتادها بشكل يومي، ولكن استطاع جاسم أن يبني من خلال هوية فرعية تتضافر مع الهويات الجامعة لتنتج الهوية الوطنية التي جزء أساسي منها الأزياء، جزء أساسي منها الطعام والأكل، وجزء منها الثقافات العامة التي من ضمنها الشعر والقصة والرواية وما شاكل ذلك. ضمن هذا الأساس تندرج هذه القصيدة سيميائيا، هي يعني بمناقشة الهويات الفرعية التي تندرج ضمن الهوية الوطنية الشاملة، هذا المكان مكان القصيدة في هذا في هذه الزاوية. أما فنيا، استنطاق هذه القصيدة فنيا ومحاكمتها بلاغيا، سأورد بعض الملاحظات. العنوان هو عنوان غير مغري، وتودوروف دائما يوصينا بأن نختار عناوين مغرية ومكثفة، أما ملك الأكتاف فهو عنوان أشعر أنه غير ملائم مع نمط الحداثة الشعرية. روح المبالغة متفشية في هذه القصيدة، وهي تتنافى مع الروح الحديثة للشعر التي تبحث عن البساطة والواقعية والصدق، أما المبالغة العالية ربما تؤثر على نسيج القصيدة. هذا النص فيه ملاحظة أخيرة، أنك يكاد يكون من أكثر النصوص لدى جاسم الصحيح تماسكا دلاليا وعضويا. أحييك أبا أحمد على هذا النص وأشكرك شكرا كثيرا. شكرا لك دكتور. أستاذ محمد إبراهيم يعقوب، قبل ما أعرف تعليقك لازم يصير في حفظ للحقوق لي. يا الله يا الله أتوقع. أي والله. أهلا أبا أحمد. أهلا. الليلة أنت عريس يا حبيبي. الهوية هي مزيج مما نرث ومما نصنع، وهذا النص نص هوية بامتياز. قد لا نختلف أبدا أن هذه القصيدة ملتزمة بكل جماليات التقاليد الشعرية العربية، وإذا استثنينا فقط هذا التكرار الذي تفرضه سطوة الموضوع وبعض المبالغات التي جيرت كل شيء في الأحساء لصالح البشت، حتى شعرية الأحساء جيرت لصالح البشت، قصائدنا هذه البشوت نخيطها، باستثناء ذلك فالقصيدة ملتزمة بكل جماليات الشعر العربي، الوفاء للموضوع، فخامة الألفاظ، الصور الشعرية، الاستعارات، وحتى أنسنة الأشياء. هذا الالتزام الذي يميزها ربما هو أيضا ما يؤطرها نوعا ما. لم يعبأ الشعر يوما بموضوع القول، فالشاعر هو الذي يجعل من موضوع ما عظيما أو مهملا. كنت أتمنى من هذا النص أن ينطلق من محدودية الموضوع إلى شمولية الفن، فالفن دائما أكثر أهمية من الموضوع وأكبر.
أسعدتنا وأبهجتنا وأتحفتنا يا أبا أحمد. كل التوفيق. شكرا لكم، شكرا لك جاسم، بالتوفيق.